أبدأ معك سيد سمير أيوب. إذا فاغنر تقول أنه 80% من مساحة باخموت تحت السيطرة الروسية، لكن التطويق بالكامل سابق لأوان، وهذا وفقا للرواية الروسية. لماذا يصعب على روسيا السيطرة على باخموت حتى الآن؟ أهلا وسهلا بكم، مساء الخير لكم ولضيفكم الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني كما أصبح واضحا، يبدو أن مدينة أرتيومسك أو باخموت بالأوكرانية أصبحت مكانا من أجل استنزاف الجيش الأوكراني وضربه بكل ما أوتيت القوات الروسية من قوة، لأنه من الملاحظ أن هذه المدينة أصبحت مركزا لاستدراج معظم نخبة الجيش الأوكراني إلى هذه المدينة بعد أن قرر الرئيس زيلينسكي الاحتفاظ بها بأي ثمن. ومن هنا يأتي أن يبدو أن القرار الروسي ليس السيطرة على المدينة بقدر ما هو استنزاف كل وحدات الجيش الأوكراني. والواضح أن يعني هناك آلاف قد خسروا، يعني هناك آلاف من الجيش الأوكراني قد قضوا في هذه المدينة وآلاف لا زالوا محاصرين. القوات الروسية عدة مرات تركت الطرق مفتوحة من أجل مغادرة القوات الأوكرانية لهذه المدينة، لكن يبدو أن إصرار الرئيس زيلينسكي وبعض قادة الجيش الأوكراني على الاحتفاظ بهذه المدينة ولو معنويا يمكن أن يقدم ورقة ضغط أو يجعل هذه المدينة ورقة ضغط بيد الرئيس زيلينسكي أمام الدول الأوروبية لاستنجاد المعونات العسكرية والمعونات المالية. من هنا الإصرار الأوكراني على البقاء في هذه المدينة يقابله إصرار روسي بمواصلة هذه العملية، ليس فقط في جوار مدينة أرتيومسك، وإنما يمكن بعد القضاء على الوحدات الأوكرانية المتبقية أو استسلامها أو نجاحها في الخروج من آخر معقل لها في باخموت، يمكن أن يكون للقوات الروسية اتجاه آخر للمدن الأخرى. إذن الآن الوضع أصبح واضحا، لا يمكن للجيش الأوكراني الآن الاحتفاظ في هذه المدينة إلى فترة طويلة، إما استسلام القوات التي بقيت هناك من أجل أن تحفظ حياتها أو مغادرتها تحت النيران الروسية، لأن يعني طرق الإمداد إلى المدينة أصبحت تحت السيطرة الكاملة للنيران الروسية، وكل القوافل وكل محاولات إمداد ما تبقى من الوحدات الأوكرانية في المدينة، يعني عندما حاولوا إنقاذها أو حاولوا إنجادها بالمعدات أو بالعناصر باءت بالفشل. يبدو أنهم وقعوا في مصيدة للقوات الروسية على تخوم المدينة، لذلك الوضع بالنسبة للقوات الروسية هو الثقة التامة بأن هذه المدينة يعني عمليا وعسكريا أصبحت ساقطة، لكن من أجل تمشيطها والوصول إلى كل الأبنية السكنية تحتاج إلى أسبوع أو إلى أسبوعين نظرا لكثافة الوجود البشري للجيش الأوكراني فيها. وهناك أيضا يعني معلومات بأن يمكن أن يكون في هذه المدينة مستشارين لحلف الناتو يحاول الجيش الأوكراني الآن سحبهم قبل أن يقعوا في الأسر أو قبل أن يقتلوا.